الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، حبابكم عشره في حلقه جديده وجميله ومميزه من رحيق الامكنه. حييكم من مكان بيرجع تاريخه لاكثر من 180 سنه. ترابط وتراحم وتواصل وعلم ومعرفه موجود في هذا المكان. الموقع نفسه الجميل اللي هو شريط ما بين الزراعة وما بين النيل أدى سمات وخصوصية لأبناء هذا المكان. تحية لكثير من الناس اللي حقيقة توارثوا العلم وتوارثوا المعرفة وأصول الدين والفقه والعلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، وتحية لكل الأساتذة والمعلمين اللي شهدنا إنهم أسماء كبيرة جدا وأسماء كثيرة جدا حقيقة توارثوها من هذا المكان. أهلا بكم مشاهدينا من مكان حقيقة فيه كل التفاصيل الجميلة، من ناحية طبيعة، من ناحية ناس، من ناحية ترابط وتراحم وعشرة طيبة ما بين الناس. أهلا ومرحبا بالجميع في حلقة جديدة، وأهلا بكم من التكينة والعتمان. تفضل معنا. نبدأ معكم مشاهدينا تاريخ المنطقة، وحقيقة إنه دائما في أسماء إحنا زي ما ذكرنا بنلقاها لها علاقة بأسماء شخصيات برموز قدموا إسهاماتهم الكبيرة على كل المستويات في كل السودان. سعيدين جدا إنه في الفقرة الأولى على غير العادة إحنا دائما بيكون معانا واحد من أعمامنا الكبار اللي بيكونوا عايشوا عدد كبير جدا من الناس، لكن أكيد الشباب اللي عندهم أدوار أكبر كمان بإنهم بيحفظوا التاريخ وهم من أبناء المنطقة وهم عارفين تماما التاريخ باعتبار إنه المكان ده هو بيشمل أسرة واحدة. فأهلا ومرحب بواحد من أبناء المنطقة، واحد من أحفاد الشيخ والتكينة عدلان، وبنحيي أستاذ أو بشمهندس خالد حسب الرسول. أهلا ومرحب بك كثير بشمهندس، شرفتنا في رحيق الأمكنة. أهلا ومرحب بكم كثير، وبسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وسلم على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بكم ترحيب حار في قرية التكينة والعثمان، وهذه القرية قرية التكينة والعثمان بالنسبة لموقعها الجغرافي هي تقع شرق النيل، وهي في ولاية الخرطوم. يمكن نحن مع حدود الحدود الشمالية بالنسبة لولاية الخرطوم، ونقع شرق النيل ومحازات النيل. محازات النيل طبعا، نحن في شريط الأخضر كما يسمى. عند الجغرافيين الشريط الأخضر. نحن شرق النيل، ومن الناحية الشرقية بالنسبة لنا مصفات قري، وتحدنا من الشمال منطقة دبق، منطقة تاريخية معروفة. اللي هي يوجد فيها سجن دبق الاتحادي. اللي ينشئ سنة 1902 مع سجن كوبر. سجن قديم جدا، وهذه المنطقة منطقة حباها الله سبحانه وتعالى ب يعني حته جغرافيه ممتازه ممكن تطل على النيل. احنا قاعدين بجاي النيل وبجاي المزارع، فايتوا واقعين كده في النص. نحن في النص. بالمناسبه نحن تحدنا الزراعه من جميع الاتجاهات. جميل. نحن في النص. فده افتكر له علاقه برضه بطبيعه الناس، يعني معناه ناس من بدري كانوا مزارعيه ولهم علاقه بالنيل، منها علاقه بالصيد، فمعناه اكثر من مهنه كمان امتهنوها اجدادنا القدامى اللي سكنوا في المكان. فعلا هم المنطقه بتاعت الحزام الاخضر النيلي دائما هي مناطق معروفه، مناطق زراعيه وهم اهل يعني صنعه الزراعه. صحيح. عكس اهلنا في الخلق قدام طبعا ناس راعيين وكده. صحيح. فالزراعة هي يمكن المهنة الأساسية لمعظم السكان، مع أنه التطور والناس تعلمت وقرت وكذا، فبقت في يعني عندهم وظائف ثانية كثيرة. صحيح. لكن المهنة الأساسية نحن يعني أجدادنا وأبواتنا كلهم طبعا في الزراعة. صحيح صحيح. نعم. المكان ده دائما نحن بنقول عادة أي مكان موجود الآن له تاريخ قديم، يعني أكيد. ممكن المكان ده قبل 100 سنه ما كان هو نفس المكان، ما أكيد. كان نفس الناس أكيد. الموجوده، فياريت نبدا نعرف تفاصيل عن المكان نفسه، هو كان شنو بالضبط، وجدودنا اللي هم بيجوا من كل السودان وخاصه المؤسسين اللي نعم. هم بيجوا برضه بيكونوا من اماكن ثانيه مختلفه. نعم. فنتكلم عن النقطه. التكينة والعثمان طبعا مؤسسه الشيخ محمد العثمان. الشيخ محمد العثمان هو محسي خزرجي جنسه، وهو من منطقة الهلالية، منطقة في الجزيرة، منطقة نعم. مشهورة ومعروفة. نعم. فجاء منطقة تكينة طبعا ما كانت موجودة الزمن ذاك. وفي جبل الآن ممكن هو يسمى جبل الشيخ، صار على عموم الناس انه هو
جبل الشيخ مود عثمان هو شرق المنطقة وهو كان الصالحين طبعا بحبوا التعبد والبعد عن الاعتكاف كده. نعم الاعتكاف ايوه الاعتكاف هو كان معتكف في المسجد في عفوا في الجبل وجاء هنا للمنطقة منطقة التكينة وهو المؤسس الأول لها طبعا وده يمكن خلفنا هو مسيده مسيد الشيخ محمود عثمان وتوفى طبعا في العام 1315 هجرية يمكن قبل 120 سنة وأكثر فالآن الحمد لله أحفاده والناس كلها ما شاء الله تلمت وجات وقعدت مع الشيخ على أساس أنه هو طبعا هن طبعا بيقولوا دائما بيو للمشايخ وقعدوا معاهم لطيبتهم وبيديروا الناس وقعدوا والمسيد والحركة صحيح. طبعا والمسيد طبعا هو بيلعب حركة دور اجتماعي كبير جدا صحيح. جدا في السودان عندنا باعتبار السواد الأعظم من سكان السودان هم طبعا صوفية بطبيعة حالهم وجو وقعدوا معاه وبقت الان القريه الكبيره المتسعه اللي انتم شايفينها شايفينها هم برضه بتعبر عن انهم اهل يعني كلهم طبعا طبعا ما قدر ما سالت لقيت انه الناس كلها كلها طبعا صهرين مع بعض أيوة متزوجين أيوة وبيناتهم علاقه طيبه جدا يعني تاجير وصله رحم فيهم نعم نعم بالتاكيد الان هم يعني التكين وعثمان جدا محمد عثمان هم زي ما قلتي جد واحد فهم اولاد عمومه وكلهم يعني جسم واحد باعتبارهم نعم جميل اكيد دائما احنا بنقول المؤسسين بيكونوا جايين من مكان واحد بعد كده بتبقى في مناطق قريبه فالناس بتقوم بتجي وزي ما تفضلت بانه دائما الناس بيحبوا صحبه المشايخ نعم. ياخذوا من علمهم بيحفظوا القران بياخذوا امور دينهم ودنياهم فبيبقى انه الكثير من القبائل المختلفه حقيقة احنا بنقول انه السودان كله موجود لكن ده حفظا للتاريخ يعني والتوثيق زي ما بنقوله نعم. فاكيد في عدد كبير برضه من الاسر او القبائل او الناس المعروفين في المناطق بيجوا موجودين هنا لانه التكينة وعثمان عثمانها كبيره جدا حقيقه فاهلا ما شاء الله بعدد كبير من الناس نعم. ممكن تعرفنا عن التركيبه السكانيه بالنسبه التركيبه السكانيه طبعا الشيخ محمد عثمان هو محسي خزرجي الآن في يعني جزئية كبيرة جدا من هنا الجعليين موجودين في الغرية وجزء بسيط يعني ما كثير من هنا المحس طبعا لكن في النهاية هم بتحس انه هو هم بقوا شيء واحد يعني التحزب والقبلية دي اتلاشت بيناتهم وده المطلوب ده اللي احنا بننادي بيه حقيقة نعم. دائما وده اللي بنقوله بس هو حفظا للتاريخ المكان ولكل الأسر الكريمة اللي بتسكن هذا المكان بالتأكيد نعم. طبعا في كثير من الأمور اللي برضو لها علاقة بقصص وحكايات وروايات بتكون موجودة دائما بنسمعها من أجدادنا عن المشايخ عن المكان عن الأسماء الكبيرة الموجودة ففي أكيد كثير من الحكايات فشنو أكثر الأمور اللي أنت سمعتها وأنت صغير عن هذه الحاجة يعني والله طبعا ممكن أتكلم مثلا الشيخ ما شاء الله الحمد لله هو الشيخ محمد عثمان او لقب الاستاذ طبعا الاستاذ دي جات من وين؟ الاستاذ دي اسم في النص الصوفية يمكن هم بيعرفوا اسم استاذ ايوه فاستاذ هي مراتب كبيره جدا من تزكيه النفس والقرب الى الله سبحانه وتعالى فكون الولي الصالح يلقب باستاذ فدي دي دي درجه عاليه جدا درجة جدا عالية. نعم. درجه عاليه كما يلقب ابونا الاستاذ الشيخ عبد المحمود الحفيان في طابت بمعناها قرأ عدد كبير من الكتب لاقى عدد كبير من المشايخ بيكون عنده برضه تاريخ وتاريخ حافل يعني اكيد اكيد طبعا ابونا الشيخ عبد المحمود هو اصلا يعني درس القران وعلومه وهو من بنقول مشيخته هم الشيخ ابراهيم الكباشي طبعا الشيخ ابراهيم الكباشي معروف نعم ومن تلاميذه والشيخ ابو سقره الان في الهلاليه برضه معروف نعم صحيح عمر يعلق لي القصص والحكايات أيوة. طبعا احنا صغار اولاد المسيد ونشأنا في المسيد صحيح. فالحكايه دائما بطرق كثيره جدا جدا أيوة. فطبعا ابونا الشيخ عثمان ما شاء الله حافل دفتره ده حافل من هذا النوع القصص والكرامات و صحيح وكذا احنا سمعنا انه في جبل
في مكان فيه ظاهر مكان سجود ومكان اليدين ومكان القدمين طبعاً فدي واحدة من الحاجات اللي يمكن تكون يعني من الزمن ذاك لأنه ده زمن طويل وبعيد جدا حقيقة لكن يظل يعني أثر السجود هو موجود فكلمني عن هذه القصة والرواية نعم أول حاجة موجودة حتى الآن يعني موجودة الأثر دي طبعا كلها موجودة فالصالحين كانوا دائما بيطيلوا التعبد يعني اذا كان سجود او ركوع او تقرب الى الله بيكونوا منقطعين تماما ففعلا الاثار دي لابونا الشيخ ود عثمان في جبله الان موجوده يعني اثار اقدامه بتاعت القيام وكل يعني السجود كلها موجوده نعم يمكن على الحجر موجوده نعم نعم سبحان الله ربنا يتقبله برحمته ان شاء الله رب العالمين ويرحم كل الاجداد والاباء وامهاتنا ونتمنى ان شاء الله يا رب يا هم جعلوا المكان عشان يكون فيه المصاهره وفيه الطيبه طيبه المكان ويكون حافل بذكر الله سبحانه وتعالى وبتاكيد ذكر النبي عليه الصلاه والسلام انا شاكره ومقدره لك كثير الشكر شكرا جزيلا لك ويزعدك اضافه حاب تضيفها جزاكم الله خير ونشكركم نشكر قناة الشروب على جيتم منطقة تكينة ود عثمان ونقول لهم مرحب بكم وحتشوفوا طيبة الناس هنا والمجتمع كيف يعني الداخل والطيب متعايش مع بعض في حنية وود وسلام ومرحب بكم مرة ثانية يديك العافية الله يخليك شاكرين ومقدرين شكرا جزيلا الله يخليك الله يسلمك لكم من رحقنا مشاهدينا تفضلوا بدي مناجاتك متعرضا لفحاتك يا ابن العواتق جيتك قدمت لك قصيدة بدي مناجاتك متعرضا لفحاتك يا ابن العواتق جيتك هويتك منذ يافي وجدت حبك نافع يا من للعاصي شافي آويني كوني أويتك قدمت لك قصيدة بدي مناجاتك متعرضا لفحاتك يا ابن العواتق جيتك رب الأنام اختارك شرف ألك وتارك عذب بالحق وتارك عظم وطهر بيتك قدمت لك قصيدة بدي مناجاتك متعرضا لفحاتك يا ابن العواتق جيتك بحبوحة الإحسان أفضل بنو الإنسان حاشاك ما بتنساني أنا من صغير حبيتك قدمت لك قصيدة بدي مناجاتك متعرضا لفحاتك يا ابن العواتق جيتك الهزم أمحى وزاره للحبه أوزاره بالفوز يغني هزاره ويضاف إلى ذريتك قدمت لك قصيدة بدي مناجاتك متعرضا لفحاتك يا ابن العواتق جيتك تأكيد التعليم في أي مكان عنده دور كبير في تطوير المنطقة التعليم عنده أدوار تكافلية واجتماعية التعليم عنده أدوار بأنها بتوري حقيقة مدى الوعي في المكان بأنه ممكن يكون قدر كيف أنا سعيدة أن أكون في واحدة من الأماكن اللي هي مختصة خلينا نقول بالتعليم واللي بدأ فيها التعليم في التكينة ود عثمان واحدة من المدارس الكبيرة حقيقة ما شاء الله يعني ظاهر عليها بعدد الفصول بعدد الأساتذة عدد الطالبات الموجود وتأكيد فيها قصص كثيرة جدا لورا جميلة وفيها أسماء وشخصيات رموز من أساتذة ومن أستاذات ومعلمات ومن طلاب وطالبات بالتأكيد الآن أصبح عندهم أدوار كبيرة جدا في المنطقة وخارج المنطقة بالتأكيد إذا كان جوا السودان أو برا سعيدة إنه نكون في مدرسة التكينة ود عثمان بنات واللي هي بدت بشكل من أشكال التعليم من الثمانينات سعيدة أن نلتقي بمديرة المدرسة أهلا ومرحبا بك أستاذة فاطمة عبد الله أهلا ومرحبا بك كثير مرحبا شرفتينا كثير في رحيق الأمكنة وأهلا بك وأدينا تعريف في البداية عن المدرسة دي من تاريخ الأول
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت المدرسة وتأسست سنة 1980. كانت في البداية مختلطة. فصلت في الـ في الـ في التسعينات فصلت لي مدرسة البنين والبنات. ايوه والحمد لله بقت يعني هي المدرسة دي مدرسة البنات والمدرسة الأولاد بقت في مكان ثاني مش كده؟ لا في نفس الاتجاه لكن اه لكن بس تم فصل. ايوه اتفصلت بس في الحوش. يعني هي مدرسة كبيرة جدا فيها مدرسة بنات ومدرسة بنين بس هي مفصولة يعني. ايوه جميل. يبقى هي نفس المدرسة زي ما نفس المدرسة هي، لكن طبعا مدرسة البنات هي المدرسة الأم لأن كانت الاختلاط كان هنا. ايوه لما اتفصلت عملت مدرسة البنين حولوا الاولاد للمدرسه الجديده. جميل. طيب يا ريت تدينا اسماء لاوائل المدراء اللي تعاقبوا على المدرسه، الاستاذات والاساتذه اسمائهم برضو معروفين بالنسبه لتكينا ولاهلها. يعني افتكر برضو انه في غرب بتستوعب برضو يعني اساتذه ومعلمين بيكونوا موجودين، فمنو من ابناء المنطقه؟ والله من اوائل المعلمين بدوا يعني هنا في مدرسة التكينة، وأنا يمكن كنت أول دفعة في مدرسة التكينة. لا جميل. المعلمين اللي بدوا في المدرسة هنا عندنا الأستاذ المرحوم الحاج شيخ إدريس الأمين، وعندنا الأستاذ زين العابدين علي مسك فترة كده التعليم في وحدة الجيلي كان مدير تعليم، لكن طبعا نزل معاش الأستاذ عبد الهادي عبد الوهاب برضه من الناس القدامى، الاستاذ ابو القاسم عبد الوهاب بين الناس اللي كانوا زمان يعني. أيوة. حسي كلهم بالمعاش واللي توفى ربنا يرحمه. ربنا وعندنا لحد الان ما شاء الله معلمين قدام، في استاذ احمد محمد فايد درسني ولحد الان شغال. ده كلام جميل. في الاستاذ ام سلمى الامام، في الاستاذ ابتسام الياس، استاذ سميه عبد الرحيم، ديل من الناس القدام يعني. برضو عندنا الناس اللي بيجونا من الحتات الثانيه بيجوا بيشتغلوا معانا هنا، عندنا ناس من ناس المصفى ديل هنا، استاذ دوريه استاذ اسيا وبنات المنطقه ذاتهم. ايوه جميل. يعني من الاستاذه ناس المنطقه. ايوه ذكرتي عدد من الاساتذه اسماء الاساتذه، الاستاذات برضو عندهم ادوار، وافتكر انه المراه بدات التعليم من بدري برضو. والله ما في شك. أيوة. ما في شك. يعني يمكن كان أنا معايا الأستاذة سمية عبد الرحيم كان أول معلمات من التكينة، تعيّن في مدرسة التكينة. جميل. تعيّننا سنة 1983. جميل جميل. 93 93. يبقى إنه اللي هي الفترة دي بيكون فيها عدد كبير طبعا من الطلاب والطالبات اللي درسوا بعد كده مشوا جامعات وبقوا اسماء حسي من ابناء التكينه، من المبرزين اكثر الناس الممتازين اللي انتم شايفين انه عندهم ادوار دلوقتي بعد ما تخرجوا من المدارس دي؟ والله في طبعا في ناس، في دكاتره وفي مهندسين وفي حتى في بنات نحن درسناهم بقوا معلمات معانا هنا. بالله كويس يعني كده ثلاثه اجيال بقت موجوده صح؟ اي يبقى حقيقه دي من الاشياء الجميله. بالنسبه اخر حاجه مدرسه الاولاد برضو لازم نعرف برضو منهم الاساتذه الموجودين الى الان. والله في يعني في المعلمات اغلبيتهم جدد يعني. ايوه لكن من الناس القدام في الاستاذ الصادق شيخ ادريس، في الاستاذ طارق المشرف، محمد اسماعيل، ديل من اولاد المنطقه يعني. شنو المناشط اللي انتم بتقوموا بها بشكل عام بتحسوا انها هي مختلفه من باقي المدارس اللي بتكون موجوده يعني؟ والله يعني الحياة المعتادة دي، لكن أيه. الحمد لله أي منشط بينا بيستقبلوا يعني. وعندنا النشاطات العادية دي في المدارس. أيه. نشارك في الدورات المدرسية. جميل. وما شاء الله في أسماء بتصل لغاية النهايات يعني بالنسبة في والله في في عندنا بنات متميزات. بس عندك مثال البنات اللي عملوا المدحة ديل ما شاء الله عليها يعني بيشاركوا بيمشوا. جميل والله. قدموا لي قدام. احنا نتمنى والله لكم التوفيق ان شاء الله، ونتمنى انه كل اللي بيدرسوا في تكينة والعثمان ياخذوا مجالات يعني اوسع وحظوظ زي ما يقولوا الدنيا تفتح لها ابواب كذا ان شاء الله، ويكون عندهم اسماء كبيره يخدموا المنطقه ويخدموا السودان كله. شكرا لك استاذه فاطمه، شرفتينا كثير. يديك العافيه. احنا تشرفنا اكثر. الله يخليك تسلمي. جزاكم الله خير، ان شاء الله ربنا يوفقكم. اللهم امين ويوفقكم يا رب العالمين. تواصل رحيقنا مشاهدينا. احنا الان داخل القبه
الشيخ أو أبونا سيد المنطقة خلينا نقول المسمى باسمه، اللي عنده تاريخ عظيم جدا في تعريف الناس بالإسلام وبالدين وبالفقه وبالعلوم، واللي اتدرج على أساسه عدد كبير من التلاميذ اللي أخذوا العلم ونشروه خلينا نقول في أماكن كثير جدا في السودان، وخصبوها أبناء المنطقة وتوارثوا العلم والمعرفة جيل بعد جيل. أنا سعيدة إنه ألاقي واحد من أحفاد الشيخ محمد ود عثمان وهو ضليع في هذا المجال ويكلمنا بشكل مفصل عن هذا الشيخ الجليل. فأهلا ومرحبا بالأستاذ زين العابدين علي زين العابدين، شرفتنا كثير في رحمة الله. يا مرحب بكم، حبابكم عشرة، مرحب بكم في سوح أبونا الشيخ ود عثمان. أهلا بك كثير، عرفنا عنه، عرفنا عن من بداية ما هو جاء، أول حاجة خلينا ذاته نعرف إنه التكينة دي جات من وين وهي بقت مرتبطة باسم الشيخ ود عثمان. والله هي القرية قديمة قديمة، يعني يمكن نحن نقدر نقول أجدادنا جوا مع الشيخ عجيب المنجلو. أيوة. وبالنسبة للشيخ ود عثمان جد صباح الخامس اللي هو جاء في المنطقة حملت قرآن وتوارث إلى أن جاء الشيخ محمد ود عثمان، نقول يعني 1800 كده. وهو يعني لو قلت نسبه محسي خزرجي ينتمي إلى الصحابي الجليل أبي بن كعب، وحفظ القرآن وعلوم التجويد والعربية وكل الدراسات الإسلامية. نعم. وجا هنا اللي هي بلد جده يعني، وأسس المسيد وأسس الخلاوي وبدأ في نشر الإسلام. نعم جميل. في الفترة دي بالتأكيد أي مكان كان بيجي فيه شيخ بيكون دائما مكان موحش في الأول، بيكون لأنه بيكون خاصة المكان اللي احنا فيه اللي هو ما بين الزراعة وما بين النيل، فأغلب مشايخنا اللي كانوا انتشروا في ربوع السودان عشان ينشروا العلم كانوا موجودين، ومن أول قعادهم استتب الأمن والأمان، ومن ثم جاء كل الناس من حوالينا المنطقة حتى الناس اللي بيسمعوا به وكونوا القرية. يعني خلينا نقول دي قصة بتكون في كل السودان بتكون موجودة. نعم. فكلمنا عن التجربة دي في نعم في نعم هو يعني أول ما جاء في جبل هنا شرق القرية اسمه الحيمر، والمويه زي ما قلت وصعوبة زمع الغابات. صحيح وهكذا. صحيح صحيح. بعدين جاء قالوا له خذ لك تكية على البحر. جات كلمة تكينة. أيوة. لكن التفسير الأرجح أنه تكينة دي جاية من المراكب زمان في البحر. في التكية كذا يعني تخش فيها. فجاءت كلمة تكينة. هي من التكية يعني جاءت. أيوة. التكينة. أيوة. ويمكن ده التفسير الأرجح لأنه في تكينة في الجزيرة. صحيح صحيح. ويمكن في ناس بتسأل إنه الربط شنو ما بين تكينة والعثمان هنا في الخرطوم وما بين التكينة في ولاية الجزيرة. يمكن يكون السبب هو المرسى أو الوقوف بتاع المراكب، لكن أيوة. من ناحية يعني أهلية ما في ربط بتاع أسماء. أيوة هي ربطت ما بين حتى بقوله في تكينة في الشمالية. ويعني دي المسميات. فبعد ذاك جو الناس ويعني هو حتى درس مشايخه من أشهر يعني نقول المشايخة وتلاميذه. نعم. الشيخ عبد القادر والضو هنا في القرية. الشيخ عبد القادر سردوب غرب النيل. الوادي الأخضر. أيوة. الشيخ محمد في سقرة بالهلالية. نعم. الجزيرة. الشيخ رحمة بقرية الدبك وكسر الشيخ خوجل وغيره وهن يعني توزعوا بالسودان ونشروا الإسلام. نعم. ربنا يجعلوا إن شاء الله أجر مضاعف ليهم ويجعلوا أجر إن شاء الله لكل الحملة وحملة الدين، وربنا يرحمهم ويتقبلهم جميعا. ونشكركم يعني إنكم أنتم حافظين الإرث ده وماشيين على نفس الخطة ونفس النهج، فربنا يديك الصحة والعافية. إحنا شاكرين ومقدرين وجودك معنا في الحياة. بارك الله فيكم، وأنا أشكركم يعني وتكبدتم المسائل يعني المشاق وجيتون هنا، جزاكم الله خير. يديك الصحة والعافية إن شاء الله في ميزان الحسنات. بارك الله فيك. الله يخليك. تكمل رحيلنا. تفضل. Thank you.
تأكيد كل ما نمشي مكان خاصة لما يكون له علاقة برمز من رموز العلم والدين دائما بنلقى أعمامنا كبار ومشايخنا كبار بيكون عندهم بالتأكيد نهلوا العلوم الحديثة أو العلوم خلينا نقول التقليدية أكثر وخلينا نقول بأنه شكل العلاج نفسه الروحاني بيتم بطرق محددة ومعينة. جميل أنه نمشي مناطق بنقوم بنلقى فيها دمج ومزج ما بين العلوم العتيقة دي وما بين العلوم الحديثة على أساس أنه يتم بمواكبة علمية ومنهجية وحتى تطوير في شكل المكان عن طريق مشايخ شباب. أنا سعيدة أنه يكون خليفة الطريقة القادرية في هذه المنطقة الكباشية القادرية الكباشية هو واحد من الشباب وهو أستاذ جامعي في علم النفس وأيضا عنده دراسة في الشريعة والقانون فهو بيمارس الاثنين مع بعض باعتبار أنها علوم بتنفع حقيقة كل الناس في المنطقة وغير المنطقة. فأنا سعيدة أنه ألتقي بهذه الشخصية وبهذا الشيخ اللي هو بيحمل اسمين وهنعرف الاسمين ده قصتهم شنو يعني مرة هنقول له أستاذ بدر الدين ومرة هنقول له شيخ بشرى حسب الرسول. أهلا ومرحبا بك يا شيخ. الله يديك العافية شرفتك كثير ربنا يتقبل صالح الأعمال إن شاء الله. اللهم آمين شرفتونا في رحيق الأمكنة وشكرا لاستقبالكم الجميل لنا ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في كل المجالات بإذن الله. شيخ بشرى طبعا اللي هو الاسم المعروف في المنطقة في المنطقة أيوه شيخ بشرى وبدر الدين بدر الدين الاسم الرسمي اسم الشهادة اسم الشهادة وبشرى دي جات سببها اللي هو كان عندنا حبوبتنا اللي هو كان عندها زول اللي هو في رفاع أحمد البشرة كان زول تكايا فعجب الاسم سمتني بشرة بعد ذاك جاء الاسم الرسمي في الشهادات بدل الدين يبقى عشان الطلاب يكون يقولوا شيخ بشرة منه لكن احنا كده عرفنا انه الاسمين عندهم ادوارهم بالتأكيد الجانب اللي هو التعليم انت بتدرس في الجامعات في عدد من ايوه وارشاد نفسي في الثانوي برضه وارشاد نفسي في الثانوي في المدارس محاضرات الارشاد النفسي في الثانوي جميل وفي بعض المراكز الصحيه برضه الطبيه في اللي هو في الاطار بتاع الطلاب ايوه في جمعات طلابيه يمكن الشغل بتاعنا في بحري منطقه بحري بنشتغل في مجال الارشاد النفسي انا بالذات شغلي اكثر في الحلفان النووية عون الشريف قاسم نعم جميل بقدم محاضرات في علم النفس جميل جميل ربنا يوفقك ان شاء الله طبعا ده شغل افتكر بياخذ زمن يعني صعب جدا ودار مجهود يعني جبار خلينا نقول لانه مساله التقييم والتقويم مهمة جدا خاصة في المجال النفسي ومجال التوعية وكمان بجاية اللي هي الدور اللي بتلعب هو الدور الأساسي اللي هو بيعتمد عليه كثير ناس المنطقة باعتبارك شيخ الطريقة هنا فبرضه بيكون عندك مجموعة من الناس اللي بيجوك وبيسألوك وبيستشيروك والجانب العلاجي كمان عنده تأثير فخلينا نتكلم عن الميكس ده ما بين حتى مسألة العلاج الروحي اللي هي بالمدارس القديمة أو التقليدية عند أبواتنا المشايخ وما بين العلوم الحديثة باعتبار أنك أنت ماخذ الجانبين فكلمنا عن شكل التطوير أنت قدرت تعمل شنو في الدراستين دي يمكن الشغل بتاع علم النفس والدراسة بتاع علم النفس كانت هي دراسة لاحقة بعد الشريعة والقانون وبعد اللي هو اخذت جرعه كافيه من التصوف فكان الاختيار انه لازم انا اتبحر في علم النفس عشان اشوف اللي هو علم النفس ده في مجال الروح وكذلك التصوف في مجال الروح جميل فنجمع بين الاثنين زي ما جمعنا بين انه الطريق ده يحمله شباب والفكر الصوفي ذاته يحمله شباب وحتى النشاط في المسجد كل نشاط شباب يعني عندنا حلقات الذكر عندنا اللي هم المديح كل النشاط بتاع شباب نعم. فانت عشان تطور دعوتك وتطور فكرتك لازم تمشي تتطور في نفسك صحيح فمجال علم النفس يمكن هو مجال قديم وحديث بيطورك في شخصيتك بيطورك في فهمك بالتالي اخذت الجانب العلاج انا ما كان عندي اقتناع انه العلاج بتاع البخارات المحليه لازم يتطور كيف يلا لازم يتطور لانه بتجيك حالات انت ما بتكون عارف انه ده عنده مرض نفسي ولا عنده مس شيطاني أيوة. فالحتة دي كانت هي يمكن سؤال كبير جدا في راسي واجتهدت انه درست بكالوريوس وانا كنت معلم في الثانوي وحضرت الماجستير برضه في علم النفس ويمكن بتجي الحالات بتعرف انه الشخص الجاك اللي قدامك ده هل هو ممسوس ولا هو عنده مشكله نفسيه لانه الاثنين دول لو انت ما متخصص ما تقدر تعرف ايوه لانه اغلب الحالات اللي بتجي بيهم شكل عقيده انه مثلا الشيخ بيعالجنا لكن احتمال يكون في شيء نفسي صح
صحيح. الجانب الثاني جانب الإرشاد، يعني نحن في المسجد هنا انت دورك مرشد. كلمة الشيخ دي هي كلمة قديمة، لكن نحن بنقول مرشد. أيوة. بعلم النفس مرشد اللي هو مرشد ديني. فانت دورك إرشادي، وهناك في الساحة اللي هي العملية دورك إرشادي. أيوة. أنا أفتكر إنه الدور بتاعي هناك وهنا واحد. أيوة. مكمل لبعض بس طريقة الإرشاد بتختلف. تختلف من أيوة. جميل. أيوة. أنا أفتكر دي العقلية الحديثة اللي إحنا مفروض ننتهجها، يعني أيوة. نمشي بها القدام. وأفتكر إنه إحنا محتاجين برضو مسألة الكورسات تكون موجودة حتى لمشايخنا، ما بقى تقليل والله، لكن هي عبارة عن إنه يقدروا يفهموا، لأنه المشكلات كثرت، مشكلات الضغوط كثرت. أيوة. فبالتالي بتنتج عنها كثير من المشاكل اللي فيها نوع من النفسية اللي عايزة فعلا زول متخصص ويكون عارف تماما يقدر يعالج بطريقة صحيحة. هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المقام، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا. الحكمة اللي هي الطريقة اللي انت بتختار بها الدعوة. لا. فهنا الحكمة أينما وجدها المؤمن فهو حق بها. نعم جميل. فهنا الحكمة انك انت تعرف لغة المنطقة اللي انت فيها أو صحيح. المجتمع اللي انت فيه وتقدر تخاطبه. صحيح صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقولهم. فدي الحكمة اللي هي بتطور الدعوة وتطور المنهج بتاع الدعوة. صحيح. وأعتقد أنه برضو له دور، بما أنه أنت بتمشي في أماكن ممكن يكون فيها نسبة تعليم، وهنا برضو ما شاء الله نسبة تعليم عالية جدا، لكن نقول أنه هي تتفاوت. أيوة. فبتساعدك بأنك بترفع من قيمة العلم والمعرفة عند الناس، بتحس فيها نوعا ما أقلية في طريقة التفكير، ودي اللي بتخلي أنه مسألة الاعتقاد اللي أنت قلته هو بيبقى اعتقاد في الله سبحانه وتعالى في المقام الأول، ومن ثم أنه بيبقى منهج العلاج فهو علاج يعني يصيب زي ما بقول بعد كده. أيوة. الإنسان كان في تطوير كده لما ده بالنسبة له في المجال الإرشادي وفي المجال له علاقة به كشيخ في هذه المنطقة، عنده قدر ومقام، وطبعا دائما بيكون صاحب احترام وتقدير، بيكون يعني هذه الشخصية دائما في أي مكان. الجانب الآخر اللي أفتكر برضه أنه هو مهم كونه إنه شاب، فأعتقد شيخ بشرة بيكون عندك إسهاماتك كشاب برضه في المنطقة، لأنه أنت أول ما بدينا تكلمت عن النقطة دي. أيوة. قلت أنه لازم يكون في تغيير موجود في المكان. شنو التغيير اللي أنت أحدثته على مستوى الشباب هنا في المنطقة، وحاولت أنك أنت تطور برضو في التكينة والعلم؟ والله ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله. بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن أنت إذا تعلقت همة المرء بالسرية لنالتها. صحيح صحيح. أنا كان همي في الأساس أنه الناس تلتف حول راية الدين. يا سلام، ده كلام جميل. يمكن الحتة اللي أنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها إنه وفقني في الحتة دي. الحمد لله. إنه الشباب بيجوا يشيلوا سبح، بيجوا يمدحوا بدل يغنوا، إنه البنات شفتهم قبل شوية. أيوه. بدل يغنوا في الحفلات بيجوا يمدحوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يمكن أكثر حاجة يمكن ربنا سبحانه وتعالى وفقنا فيها وبحمد الله سبحانه وتعالى، لا بجهدنا نحن. الحمد لله وشكرا. وعندنا الجانب الثاني اللي هو جانب المعرفة والعلم. يمكن أنا ربنا سبحانه وتعالى خصاني بحكمة تعلمنا العلم هو الحياة. العلم هو الحياة. نعم. فإذا طورت علمك واجتهدت فيه طورت حياتك. صحيح صحيح. فإذا توقفت عن العلم وقفت حياتك. صحيح صحيح. فيمكن كان كنت أستاذ ثانوي قبل ما أدرس علم النفس في المدارس الثانوية في المدرسة هنا، وتوليت الإدارة 9 سنة ما شاء الله. ويمكن الطلبة اللي درسناهم هم الآن مدرسين في المدرسة. جميل والله. أهلا. فكنت متبني فكرة التعليم إنه لازم البنات يقروا. أيوة أيوة. والحمد لله إنه قدرنا كسرنا الحاجز في الغرة. نعم. إنه البنات يقروا ويمشوا الجامعة ويتخرجوا ويشتغلوا. جاء كلام جميل. ده النقطة الثانية. النقطة الثالثة إنه الشباب ذاتهم فكرة العلم. يمكن أنا في خطب الجمعة في حلقات مع الشباب في قعاد معهم بحسهم عنه لازم يتعلم. نعم. الزول لازم يتعلم. صحيح. عشان يطور نفسه. صحيح صحيح. لأن نحن ما بنتطور إلا بالعلم. أكيد. أيوه. أكيد. والله ده فهم جميل جدا وواعي، وأفتكر إنه هو بيطور بشكل كبير وسريع، لأنه لما يكون من واحد من أبناء المنطقة في سرعة كبيرة جدا للاستجابة بتكون موجودة وفيها احترام وتقدير كبير. حقيقة الكلام أكثر من رائع، وأفتكر دي تجربة جميلة ونموذج جميل جدا إحنا جبناه من خلال هذه الحلقة، ونتمنى لك إن شاء الله شيخ بشرى أستاذ بدر الله يديكم العافية. التوفيق إن شاء الله في مجالكم، ونتمنى إن شاء الله دائما العلم يكون موجود واستنارة كل
كل العقول في هذه المنطقة شبابا وشابات تكون متوفرة وجميلة، وبالتأكيد النفع ما للمنطقة بس هيكون لكل السودان. أيوة. شاكرة ومقدرة، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. ربنا يجزاكم إن شاء الله صالح العمل. ورسالة الإعلام هي الرسالة ممكن تقدم كثير، تدخل كل بيت، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل العمل مقبول ويزيدكم إن شاء الله رفعة ورفعة. آمين يا رب العالمين، وإياك إن شاء الله. بارك الله فيك. واصل مشاهدينا الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا، ختام حلقتنا من رحيق الأمكنة، ومكان جميل حقيقة وعامر بكثير من الناس اللي عندهم أدوار كبيرة في مجتمعهم، واللي عندهم أدوار كبيرة على مستوى السودان. وأكيد المرأة عندها أدوار دائما بنقول أكبر حقيقة، ما تحيز، لكن دائما المرأة هي اللي بتكون في وجودها فيه الخير وفيه العمار وفيه البركة، وهي اللي بتقدر تألف ما بين كل الناس، وهي اللي ممكن تجعل زي المكان اللي احنا موجودين فيه. الحقيقة ما شاء الله، يمكن الكاميرا ما شايلة كل الناس، لكن بورانا وبقدامنا عدد كبير من الأخوات ومن الأمات ومن البنات الصغار اللي رحبوا بينا وقالوا لنا تفضلوا في ديار جميلة وعريقة حقيقة. تحية لكل المرأة السودانية، أول حاجة بحييكم كلكم، شكرا جزيلا لكم استقبالكم لنا في رحيق الأمكنة، ربنا يديكم الصحة والعافية إن شاء الله يا رب. سعيدين إنه البيت العامر ده استضيف واحدة من الشابات، هي استضافتنا واستضافت كل أهلها وكل جيرانها. أهلا بك فايزة حسب الرسول. مرحبا بكم، الله يسلمك. الحمد لله، الله يسلمك. شكرا لك استقبالك في بيتنا، وإن شاء الله داري دائما عامر. يديكم العافية إن شاء الله. إحنا في واحدة من الأحياء العريقة في التكينة. أيوه. حي الصبح هذا اسمه. ايوه. ما شاء الله التكينه والعثمان كبيره، وفيها ما شاء الله كلهم اهال وكلهم عشيره واحده وكلهم قبيلة، يعني خلينا نقول انه الناس كلها مع بعض متوالفه متصاهرين ومتزوجين. أيوة. فهم جيره وصله رحم اهل. ايوه طبعا. واهل. العلاقات دي طبعا ما شاء الله على قدر ما هي جميله، لكن ممكن تكون كثيره شويه. كيف الواحد مع الظروف العاديه بتاعت المدارس وبتاعت مسكه البيت، ما شاء الله ناس بتتواصل كل الأرحام في أفراحة وفي مناسبات. لا لا الحمد لله، الناس مترابطة شديدة الحمد لله، يعني الناس كلها أهل طبعا من جد واحد، الناس يعني هنا أهل ومترابطة ترابط يعني ترابط بجد، يعني ترابط رحمة وترابط يعني بجد، يعني ترابط بمعنى يعني. الحمد لله. يعني عندكم حاجات معينة بتعملوها لمات في الشهر، لأنه ممكن المكان كبير وعدد الناس كبير، فبتهتموا كيف ولا بتهتموا إنه الأحياء بس الناس بتكونوا؟ لا غير المناسبات طبعا، الزواج وكذا غير المناسبات طبعا. هنا وعندنا برضو عندنا في عندنا الخلاوي هنا بنعمل للنسوان تجمع بنجمع في جلسات في الصلاة على النبي، بنعمل السيرة عندنا يعني في الخلوة هنا عندنا في المسجد، بنعمل لهم يومين كده في الأسبوع عن السيرة النبوية. جميل. عن عندنا مديح برضو، عندنا متحات في هنا في المسجد برضو ما شاء يعني الله. جميل. أيوة. انتظارك بتمدحي صح؟ ايوه. احنا نهاية الحلقة لازم ان شاء الله نقوم نسمع لنا مدحة جميلة ان شاء الله بإذن الله تعالى. ربنا يديك العافية. طبعا المكان ده فيه اجيال كثيرة واجيال مختلفة ما شاء الله، وطبعا كلهم هذول شابات صغار ما شاء الله تبارك الله. منهم حاجة دار الجلال، كيفك؟ الحمد لله ان شاء الله. انت كويسة؟ الحمد لله. صحتك اخبارك؟ طيب. لقينا واحدة موثقة من موثقاتها ان شاء الله هتكون معانا في رحيق الأمكنة، لأنه لقيت عندها كده زي حصالة خدت فيها حاجات جميلة كده براها. بتلم انت عشان ناس ما تفهمي غلط تقول انت كنت بتلم القروش زمان يا خالتي جلال. اي شيء بلمها من حياته وحبوبتي الحمد لله، حاجة تقع كده أي حاجة إن شاء الله. طنجان زيت بلم حاجة كده اللي ألمها. تلمي عليه؟ بس كيف كده؟ وبتلميهم وين؟ البقع ده مع كثير مع بقع بلقى هذاك ألمها أقدر. وبتستفيدي منه بعد ذاك كده ولا إن شاء الله استفيد لما ليها حاجات جميلة. إن شاء الله استفيد. تحيتها في حاجات ويني بيته كله حصالته هاي ما شاء الله عجيها. صحن النحاس. صحن النحاس من حبوباتي من ماتي ودي سكتو يعني البيتبور كلها بارد
بين بارن على بارن ما جدحت هي اي 100 جنيه وسعد في قلت ده صار من مناحه الجلال كلنا نوضح هو يا من زول هود بها بش داير منه ما بجيبان حلاوه ما بجيبان شيء وقتها كان بيجيبه لكن يا هاتي جلال هاي لانه تهرب منه تهرب منه تهرب منه وين دي 25 دي طراره؟ لا دي شنو؟ كذي؟ اها دي كيف ما عارفه؟ دي 25 25 قريش اي اي 25 ودين 100 دين 100 لا جنيه دي 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه حق جلال وين انا عندي 100 جديدة 100 100 100 هذه دي اها كلهم ميات كلهم ميات حجم قرشه بس ما قلت لي حق الجلاس طيب يا حجي ما لبشا ما لبشا عشان اوري الكاميرا ما بشيلهم يا حجي الجلاس لا انا ما خايفه من شيلي كان بيصير ما كنت اوري الكاميرا الصحن الصحن انا حاسه كنت بتسوي فيه شو زمان اجرتي اها العريس يجر يقوم لبسوه بيوروه وخاتمي ذاته صبري ده خاتمي زمن طويل الله ما شاء الله الخاتم ده شفته دي ما هي ركبتها الساعة ما قاعدة لا وما داري مبروك ما داري مبروك خلوه قاعد بس لا بمرو هذا وري وري الكاميرا وري الكاميرا ساكت قاعد نخط فوق القروش ماس وجاي ده حق منه؟ ده حق الشيخ وهب الله اجاب الشيخ محمد وتعتنا يا ما شاء الله تبارك الله والله ادق لهم يا حاج الجلال حبوبتي وامي يعني شكله ذاته شكله قديم. سبحان الله غريب يعني وقديم يعني شكله ذاته مختلفة والشيخ زين عبدين الخليفة إبراهيم يرتقون فد واحد هالليل واليوم الليلة أخته ما هملت أمه ميتة قال إلا اللي ده الشيخ وهاب الله يجيب له ولد ما عنده عنده ثمانية بنات ثمانية ماشي بروية الله جاب له الولد روه جابه والحمد لله لا من جاب له اثنين حتى ينجى كرم الله الشيخ كرم الله تدفع له بيه وحسب دش عايدة كفاني ما شاء الله حيا سخالة أي زول بيجرتك بيه أي زول بيجرتك بيه يعني حس أي عريس لازم يلبسه أي أيوة دي واحدة من العادات الموجودة في المنطقة أي والعروس ما عندها نصيب عندها بيجرتوا بي عريس بيجرتوا في العائله اي عريس في العائله رفضوه ان شاء الله ربنا يجيب عندكم عريس بكره صح؟ في ناس من عاصل العرس موجوده؟ هسه انا ماشي والله مبروك العرس حسيتي جايباه مخصوص لابسه عشان تديه ولدكم هاي العرس وربا ما شاء الله ما شاء الله الله يديك العافيه شنو الحاجات الزمان اللي كنتوا في جرتك في المناسبات بتسووها اياكم زمان؟ يجي دول انا قالوا لي الولد يمكن الناس كم تسمع بالراحة الراحة خدها يا جماعة هدو يوقفوها بتنتنوها وبيجيهوها يوقفوها البنات يحرم في حاجات بتكون ثابتة يعني من عرس لعرس يعني مثلا بيكون مثلا الحق ده بيكون موجود مراقدات وبرضو كان في الزمن ده كان الراحة ولا كل واحدة بسوي لها راحة برا بسوي احنا ما كنا نلبس المرابط احنا كنا بنلبس رسمي يعني قصدي انه دي واحدة بشيلوها بيدوها الثانية بيدوها كان مو عاجب الا ده ما في واحد بيسووه مخصوص بيسووه مخصوص والعرس تبع العرس تبع ومبروك مبروك ومبروك يديك العافيه ان شاء الله يا حاجه طيب احنا عندنا برضه ما شاء الله يعني في حكاوي كثيره حقيقه وفي عادات جميله متوارثه يعني موجوده بكثره واكيد كل واحده ما تمشي لقدام بنلقى انه في عادات اكثر وبنلقى في برضه حاجات بتظهر اكثر ففي العملة الخياطه زمان وكان في الخياطه ذاتها عندها المنديل زمان الغنوا بيه وبرضه كان الورده اللي بيرسموا بيخيطوها ففي عدد ما شاء الله من الامهات واخواتها كانوا جدا منهم انت صح؟ تفضلي اسمي بحريه محمد عبد الرحيم اهلا بك عليكم السلام الله يسلمك كنت بتسوي شفتي كنت بقص ملابس بتقص ملابس هاي ايوه يلا بديت في اخواني الصغارين كذي بقص دي مريه اللي بيجاي وده هناي بيجاي وكذي وكذي تاني بقيت اقص الناس الكبار اها يلا تاني كان عندنا تعليم الكبار برضو كنا بنعمل ملايات نطرز ملايات وفوط وكذا والاعمال اليدويه والتدبير واي شيء يعني كنا كانت عندنا ايوه تعليم الكبار
عرفان. يلا شفتي الله الحمد لله يعني، وبطوق وبخيط وبقص واي حاجه. تمام ربنا يديك العافيه. واسي بقيت بعمل دلكه وريحه وخمره. ما شاء الله ما شاء الله، بس الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هذه الحاجات عاداتنا السودانيه الجميله اللي بتمشي معانا في مناسباتنا الطيبه، وربنا يجيب ان شاء الله دائما الاخبار. ان شاء الله ان شاء الله. خذوا الدلكه والخياط ده بيقعد شنو يعني، الناس خلوا القصه بيقوا بيستعملوا الملابس الجاهزه يعني، خلينا القصه يلا طقي حاجه خفيفه كده توب ملايه كده لكن القصه النسخه خلاص بقت بقت ما هنا برضو عندنا برضو نوعين من الفي التطريز وفي الاعمال اليدويه برضو موجوده، عرفينا بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الوهد حنان احمد عبد الله. اهلا بك يا حنان. بتسوي شنو انت؟ كان انا والله بعمل النطاعه والمصالي والهبابات والقفاف حقات اللي بيشيلوا فينا البصل. جميل. بيسوي من 200 بديتي فيهم؟ والله ليه حكايه بتاعت 3 سنة ولا 4 سنة جديد كده. جديد فيه كويسه. خلاص تعملي وشنو تبديتي فيه؟ والله بس الظروف ساي بس يعني بتسويهم بتبيعيهم؟ ببيعهم طيب. طبعا دي حاجه اصلا مواد موجوده يعني طبيعتنا هي الحمد لله مديانه. هاي بمشي هناك محل المزارع بجيب السعف وبجي اعمله. مربح الحاجه دي حسبها انها بتعمل والله مربح كويسه الحمد لله. كويس والله. دي بتبقى ذاتها يعني خلينا نقول انه بنقدر نقول للناس انه ممكن الناس تبدا تشتغل الشغل ده على اساس انها تطور بعد ذاك ممكن تزيد فيها وتبقى تجاره عالميه كمان ان شاء الله. وبعمل اللابري كمان حق رمضان. يديك العافيه يديك العافيه. طيب نتعرف على الاخت. مرحبا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخت فيها خلف الله حسين. اهلا بك. كيف حالك؟ برضه عندك الاعمال اليدويه اللي بتعمليها؟ يعني. اعمال يدويه بعمل الفوط بالسكسك. ايوه ايوه علمونا لين فتره كده في الخلوه وتعلمت هنا وعملت انهوايه فتره كده معين وبتاع الخلوه وقفت وخليناها، لكن هسه لو هنا بعمله. بتسوي شنو في السكسك؟ بتستعمل شنو يعني؟ بعمل فوطه. الفوط ايوه بعمل فوط كده باي شكل، دائري مربع مثلث اي شكل ما شاء الله هندسي. جميل. والله انه الـ ترجع تاني المراكز وتشتغل وترجع على انها تعمل انتاج كبير، لانه ما شاء الله في امات كتار عندهم ادوار كبيره جدا حقيقه في انهم يقدموا خبراتهم بشكل كبير ان شاء الله. ان شاء الله ترجع لنا. حابه قبل ما نختم، واحدة من الشابات خلينا نقول انه دائما بيقوموا يسافروا برا او بيكونوا موجودين خارج السودان يكون عندهم حنين للمنطقة بالتأكيد وبكون عندهم ادوار، فاحنا لقينا زميلة مصورة في وزوجها برضه زميل مصور في المملكة العربية السعودية. اهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. ماريا كباشي حمزة. اهلا بك يا ماريا. انت بتصوري ليلة بصوروا؟ عارفين على زوجي؟ انا زوجي الفاضل حسب الرسول المشهور يعني بالفاضل الخليفه العمده. نعم هو طبعا زميل مصور في المملكه فتحيه له حقيقه. وانت ساعتين في مساله التصوير هي جت بالصدفه صح؟ بالصدفه ايوه. كنت بصور نسائي. جميل. خلينا نقول انه المنطقه دائما عندها تاثير يعني دائما بيكون ايجابي وجميل، برضه بيكون فيه حنين كبير لما الواحد يكون دائما خارج البلاد. ايوه طبعا لازم يعني بتكون مشتاق دائما يعني للاهال وللمه وللناس قاعده زي دي كده هناك ما في. صحيح. ما في هنا الا يعني احيانا بيجوا الناس عمره بيجوا للحج. يعني بعدك تاخذ الذكريات الذكريات والاخبار تعرف الاخبار. ايوه ربنا يعطيك العافيه ان شاء الله. وما حاولتي تقوم تمشي في مجال التصوير هنا في السودان؟ والله بعجيت ما بقى صعب. اي بقى صعب لانه هو ما فيش. شوفي الزوجه اللي ساندت زوجته كيف ما شاء الله ربنا يديك الصحه والعافيه ويديك العافيه ويخليكم اولادكم ان شاء الله. يا رب تحياتنا لهم. الله يسلمك. نحن بالتاكيد الحلقه دي غنيه وكبيره وفيها عدد كبير حقيقه من المعلومات ومن الاسماء الموجوده عندنا اليوم كلهم احترام وتقديرهم، لكن يمكن هو الزمن انتهى واحنا سعيده بانه وتواجدنا حقيقة في المكان الجميل ده والرائع ده. وبشكر مرة تانية فايزة اللي استضافتنا بشكل جميل حقيقة في المكان هي وكل الأهل والأحباب. وهنقوم نختم بمدحة نمدح رسولنا عليه الصلاة والسلام وتكون خير ختام لهذه الحلقة الجميلة من التكينة والإهمال. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. نتمنى إن شاء الله دائما كل البيوت عامرة بالرحمة وبالمودة وبالمحبة وبالتآلف. ونتمنى إن شاء الله يا رب العالمين دائما بيوتنا طيبة بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا جزيلا لكم ونشوفكم إن شاء الله في رحيل جديد. ودعناكم الله. زيان اسم لا زيد البيه وحزازيان.